عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. يا ريت بعد إذنكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا بلايك عشان يوصل لكم كل جديد. والآن وفيكم بأسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية في مصر اليوم الاثنين 27 يونيو 2022. ونبدأ. ثبت البنك المركزي المصري اليوم الأحد سعر الدولار نحو 18.71 من 100 جنيه الشراء، 18.78 من 100 جنيه للبيع. وسجل الدولار اليوم الأحد المبلغ ذاته في بنك مصر والأهلي المصري. ولبلغ سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي سي اي بي، بنك التعمير والاسكان وبنك الاسكندريه نحو 18.73 من 100 جنيه شراء، 18.79 من 100 جنيه البيع. فيما سجل سعر الدولار في بنك اس اي اي بي اليوم نحو 18.69 من 100 جنيه شراء، 18.79 من 100 جنيه للبيع. اما بالنسبه لليورو اليوم فقد سجل حدد البنك المركزي المصري سعر اليورو اليوم الاحد بقيمه 19 اليوم الاثنين بقيمة 19.65 من 100 جنيه شراء، 19.74 من 100 جنيه البيع. وبفارق 10 قروش ارتفع سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري إلى 19.75 من 100 جنيه شراء، 19.86 من 100 جنيه البيع. فيما سجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر مبلغ 19.58 من 100 جنيه شراء، 19.83 من 100 جنيه للبيع. ووصل سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي سي اي بي نحو 19.77 من 100 جنيه شراء، 19.88 من 100 جنيه للبيع. أما بالنسبة لأسعار الجنيه الاسترليني اليوم في السياق ذاته، وصل سعر الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إلى 22.91 من 100 جنيه شراء، 23.1 من 100 جنيه للبيع. وسجل الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 22.88 من 100 جنيه شراء، 23.3 من 100 جنيه للبيع. فيما بلغ في بنك مصر نحو 22.75 من 100 جنيه شراء، 23.9 من 100 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي سي اي بي نحو 22.91 من 100 جنيه شراء، 23.5 من 100 جنيه للبيع. كما سجل الجنيه الاسترليني في بنك الاسكندريه نحو 22.88 من 100 جنيه شراء، 23.5 من 100 جنيه للبيع. وفي بنك التعمير والاسكان نحو 22.92 من 100 جنيه شراء، 23.12 من 100 جنيه للبيع. اما بالنسبه لاسعار العملات العربيه، فقد سجل الريال السعودي اليوم الاثنين مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 4.98 من 100 جنيه شراء و5 جنيهات للبيع اضافه. فيما سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه نحو 5.9 جنيه للشراء و 5.11 من 100 جنيه للبيع. أما سعر الدينار الكويتي فسجل 60.93 من 100 جنيه شراء، 61.34 من 100 جنيه للبيع في البنك المركزي. وبهذا قد أوفيناكم بأسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية في مصر اليوم الاثنين 27 يونيو 2022. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.